هل إذا ألزمت مثلا نفسي أو تواطأ مجموعة من الناس على أنهم مثلا في كل ليلة خميس يذكرون مثلا الاستغفار 1000 مرة، هذا يعد من الابتداع؟ ليس من الابتداع في شيء، بل هو عمل بمقتضى الأدلة. وإن كان هم وضعوا رقما وحددوا يوما واتفقوا على مجموعة هكذا، نعم، حملات الاستغفار عبر الواتساب هذه التي نعم. هذا كله من التعاون على البر والتقوى، وهذا كله من العمل بالأدلة الشرعية القاضية بالإكثار من الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء ورزقه من حيث لا يحتسب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحصى له في المجلس الواحد الاستغفار أكثر من 70 مرة، ونحن الآن عاجزون عن ذلك، أو قل من يذكر بذلك. فلو أن الناس اتفقوا على ليلة معينة، لا لاعتقاد فضيلة أو خصوصية في الذكر فيها، ولكن لأن ظروفهم هكذا قد اقتضت، وذكر بعضهم بعضا واستغفر الله عز وجل في تلك الساعة استمطارا لرحمته وطلبا لفضله، فليس في هذا ابتداع إن شاء الله.